شبكة تحالف الأقليات، قامت شبكة التحالف دراسة استبيانية حول مشروع الموازنة التشاركية في قضاء تلكيف للاطلاع على آراء المواطنين من كافة الشرائح المجتمعية في صياغة هذه الموازنة وإعطاء الأفضلية للمشاريع الملحة والهامة حسب آراء الناس والمختصين في هذا المجال وأعطائها الأولوية لإدراجها ضمن موازنة عام 2021. وتأتي الخطوة الثانية في هذا المشروع حيث تكمن في لقاء المعنيين في صياغة المشاريع وأهميتها وتأثيرها على المجتمع والتنمية الاقتصادية. ابقوا معنا مع هذه اللقاءات. خلونا نتكلم عن الموازنة الحكومية اللي كانت تعتمد يعني قبل ما يعني ندخل في موضوع الموازنات التشاركية أو هذه البرامج الجديدة اللي انطلقت يعني للموازنة التشاركية. أساساً حتى هذه الموازنات القديمة كانت يعني تتم من خلال طريقة أو آلية كان بها نوع من التشاركية، لكن ما كانت بالآليات اللي لاحظناها في الدراسات حول الموازنة التشاركية، لكون أنه إحنا من كنا نقر الموازنات كانت تقر هذه الموازنات من خلال المتابعة، من خلال اللقاء مع المناطق، استماع إلى مشاكل المواطنين أو طلبات المواطنين اللي كانت توردنا في احتياجاتهم. في نفس الوقت أنه كانت الدوائر الحكومية من تقدم خططها توضع خطط وفق يعني دراسات معدة لأنه المشروع اللي راح يقرب الموازنة يكون مشروع ذو فائدة أشمل لعدد كبير من المواطنين أو لمناطق. يعني هذه أنا ما أعتبرها هي مطالب فردية، هذه مطالب مجتمع حقيقة. فالدراسات هذه مفيدة جدا طبعا، وفق يعني معتمدة وفق معايير خلينا نقول أنه نوعا ما بها دراسات وعلمية أكثر في اعتمادها لمشاركة المجتمع في يعني إقرار الموازنات. بالتأكيد يعني حقيقة أنه الأزمة الاقتصادية الحالية راح يكون لها وقع على موازنة عام 2021، ممكن هذه راح تكون كيف نقولها أنه ممكن ما أكو سيولة مادية أو مالية كافية لغرض تنفيذ كل المشاريع في الموازنة 21 بسبب الأزمة الاقتصادية، وممكن أنه تخفض الموازنات أيضا في هذا الجانب، فبالتأكيد راح يكون لها تأثير. لكن نتأمل أنه تتعدى الأزمة الاقتصادية ويصار إلى إدخال موارد أخرى للموازنة من أجل أنه تنفيذ كامل الموازنة. يعني عند إقرار الخطط للموازنة ما تكون منطقة على حساب منطقة، لكن تكون بحسب يعني أولا يكون بحسب الحاجة، بحسب مراعاة يعني الضرر تحديدا. أنه إحنا ما بعد عمليات التحرير كان هناك مناطق متضررة جدا فتحتاج إلى جهد إضافي في هذا الجانب، لكن أغلب المشاريع تقار بطريقة أنه الفائدة الأشمل، كيف يكون أنه هذا المشروع بفائدة أكثر لباقي المناطق. في بعض الأحيان أنه يصار إلى انتقادات أنه ليش المنطقة الفلانية يتم الاهتمام، هذه تتبع ضوابط وتعليمات أنه المناطق يعني مناطق البلدية اللي هي بلديات تختلف عن مناطق اللي هي قرى، فبالتأكيد أنه المنطقة اللي هي خاضعة للتنظيم للتخطيط العمراني راح يكون بها اهتمام أكثر، لأنه هذه كيف نقولها أنه بها نظام مخطط إلى مسبقا، فلذلك أنه تكون يعني التخصيصات المالية فيها، بالإضافة إلى أنه وجود تعليمات وضوابط عن نوع الخدمات المقدمة
داخل حدود البلديات وخارجها يعني في القرى. فتبعا لذلك لكن دائما مراكز المدن يتم الاهتمام بها. ليش؟ لأنه مراكز المدن بها المرافق المركزية للحكومة، زائدا أنه هذه المرافق الحكومية تقدم الخدمات للجميع، مو هي حصرا للمدينة. لكن يعني ممكن نضرب مثال لهذا الموضوع، قطاع صحي تلكيف ليس مختصا بمدينة تلكيف، قطاع صحي تلكيف هو دائرة شاملة تهتم بكل المراكز الصحية الموجودة في كل المناطق على مستوى القضاء مثلا. فلهذا من نقول أنه نخصص مبلغ لقطاع صحي تلكيف، فما هو المبلغ لتلكيف، لا هو يعني كل القضاء لتقديم خدمات صحية في كل القضاء. نفس الحال ينطبق على دوائر الكهرباء ودوائر الماء وفي هذا الاتجاه. فلهذا أنه مشاريعنا تبنى على الفائدة الأعم والأشمل للجميع. والكثافات السكانية طبعا مراعاة بها، هذه يعني ما معقولة أنه يعني منطقة أو خلينا نأخذ مثال قرية ذات كثافة سكانية ضعيفة أنه تشمل بنفس المكان اللي ذات كثافة سكانية عالية. أنا في هذا الجانب هو عامل إيجابي طبعا مشاركة المجتمع في إقرار الموازنات، هو يصب في كيف نرسخ الديمقراطيات. يعني حقيقة الديمقراطية هي هذه، يعني مو هي موضوع فقط أنه أنا أدلي بصوت انتخابي، لا، الديمقراطية هي أنه كيف يكون المجتمع هو مشارك في رسم سياسات الحكومات، يعني إن كانت المحلية أو إن كانت الاتحادية. فمهمة جدا هذه المشاركة وتنطي إيجابيات بها، ونتأمل بالقادم أنه ما تكون على هذا الأساس. اللي يعني حقيقة اللي عملنا عليه خلال هذه السنة كان خلينا نقول على نطاق محدود، كانت أو ممكن نقول كانت داخل إطار يعني واحد، لكن أنه نتأمل بالقادم أنه يكون المجتمع مطلع على كثير من التفاصيل، خاطر يكون بها شفافية أكثر في إقرار المشاريع، خاطر يكون بها أنه يكون المجتمع يعني اليوم ممكن كثير من الأحيان المجتمع يتهم الحكومات بالفساد، يتهم الحكومات بإضاعة المشاريع، لكن من يكون مطلع على تفاصيلها بشكل كامل يعني من قبل إقرار الموازنة وما بعد إقرار الموازنة، وين المعرقلات اللي حصلت في عدم تنفيذ هذا المشروع، أو أنه ليش هذا المشروع أنه كان مقرب الموازنة وما نفذ. بهالحالة راح يعني أنا أتصور هذه العملية راح توطد العلاقة ما بين الحكومات وما بين المجتمع. أهلا وسهلا، باسم بلو، قائم مقام قضاء تلكيف. أول شيء نشرف بكم بقناة عشتار. بالتأكيد يعني إدخال المجتمع أو أطياف المجتمع في اختيار بعض المشاريع أو مشاركتهم للحكومة والحكومات المحلية في اختيار المشاريع بعضها أكيد يعني لها تأثير، لأن المجتمع يعرف احتياجات المنطقة احتمال يكون أكثر من الدوائر. هو المجتمع هذا، مكونات المجتمع، الأطياف المجتمع يعرفون احتياجاتهم وأولوياتهم أكثر من الآخرين، على الأقل يكونون شركاء للحكومة المحلية. بالتأكيد لا تأثير، واحتمال يعني هاي الموازنة التشاركية احتمال ما تدخل ضمن الموازنة 2021 بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة اللي يعيشها البلد وأكثر بلدان العالم، مو بس العراق، يعني الضائقة بسبب كورونا أو خاصة الدول المصدرة للنفط اللي انخفاض أسعار النفط لها من تأثير على المشاريع وعلى الواردات وعلى كل نشاطات الحكومة. يعني
تأثير كبير. أكيد لها تأثير. قلت لك احتمال يعني حتى هذه ما تدخل يعني هاي المشاريع اللي مقترحة من قبل المجتمع المدني أو من قبل مكونات احتمال ما تدخل بالموازنة القادمة بسبب الضائقة المالية. بالتأكيد احنا المناطق نحكي على بلدية تلكيف، مناطقها تشمل مركز قضاء تلكيف وقصبة باطناية وقصبة تلسقف وباقوفة. أول ما باشرنا بإعادة الإعمار باشرنا بالمناطق اللي لها أولوية في العودة، عودة الناس إلها اللي كانت يعني مهيئة للعودة. بدينا من تلسقف وباقوفة، هذه المناطق ما بقت بها داعش غير 10 أيام، ومن صار التحرير بال 2017 يعني تحرير النهائي خلينا نقول باشرنا مباشرة بهالمناطق بتلسقف وباقوفة. صرفنا مبالغ مو قليلة على إعادة البنى التحتية من شوارع، من أرصفة، من مداخل، من يعني كل خدمات البلدية، إضافة إلى رفع الأنقاض من الدور المهدمة من أو من الشوارع خلينا نقول شوارع والأرصفة. الأولوية أكيد تكون موجودة حسب يعني نسبة الدمار، وراها تحولنا إلى باطناي، باطناي منكوبة، عندنا حملة رفع الأنقاض، كانت عندنا عدة حملات في باطناي، وبعدها إلى التبليط وإكساء الشوارع. الحملة لا زالت مستمرة وتستمر لأن فعلا هي منكوبة. يعني فيما يخص التلكيف بصراحة ب 2017 بداية التحرير ما تخصص لها أي مبلغ كمركز، ب 2018 كذلك، 2019 بعد منتصف السنة تخصصت مبالغ يعني ما كنا نتصور أنها راح تتخصص هكذا مبالغ. صارت حملة تبليط وتنظيف ورفع أنقاض وزراعة أشجار ونخيل، تهيئة المداخل، جعلها كل المداخل جعلها سايدين مع كل ما يتطلب من 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 زراعة وترتيب وبوابات، والعمل مستمر. الحملة غير مسبوقة في تلكيف. يعني مشاريع قد تكون لسنوات وسنوات ما منفذ هكذا مشاريع مثل ما تنفذ في نهاية 2019 ولحد الآن. الحملة مستمرة وعندنا يعني مشاريع خلينا نقول على مستوى القضاء يعني استراتيجية أو تشمل القضاء ككل، من مداخل، من شوارع حولية، من زراعة أكثر من 500 نخلة وفي مركز قضاء تلكيف ومداخلها. مثل ما ذكرنا المكونات بشكل عام، هي المكونات تعرف حاجة المنطقة وتكون شريك للحكومة المحلية. المكونات الأصلية هذا هو نوع من الدعم لهذه المكونات لغرض الاستقرار، غرض العودة، عودتهم إلى مناطقهم، عودتهم من النزوح، رفع بعض الحيف عنهم، عن هذه المكونات اللي الحيف اللي صابهم خلال فترة داعش. رئيس مهندسين أقدم مهدي حاجي علو، مدير بلدية تلكيف. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية باسمي وباسم مقطع تلكيف نرحب ست إيفا ونرحب جميع أعضاء الموازنة التشاركية، أستاذ أودود والفريق العمل المتميز حقيقة في قطاع تلكيف والقائم مقامية.
أما ما مدى فعاليات هكذا دراسات، الحقيقة من خلال تواجدنا في هذه الورشة وجدناها مهمة جدا في تطبيق الواقع. الموازنة التشاركية تنبثق من المواطن، من المجتمع، متميزة جدا، تعرف المشاكل الأساسية للمواطن البسيط، وتبدأ من خلينا نقول البسيط وتنتهي إلى الأعلى. ناجحة جدا أنا برأيي. إذا استمرت هذه الخطة واستمرت هذه الموازنات راح تكون ناجحة جدا في تقديم الخدمات. طبعا هذا يعتمد على من احنا دائما نقول يعتمد على التخطيط. كل ما يكون التخطيط من البداية تخطيط سليم، تخطيط جيد، راح تطلع النتائج سليمة وجيدة. فالموازنة التشاركية أثبتت حقيقة، يعني بالمشاركة مع أستاذ ديد والسيد القائم مقام والفريق المتكامل، أثبتت مع رؤساء الدوائر مدى المعاناة اللي يمسكها المواطن في هذا، وخاص في قضاء تلكيف، وناجحة جدا للتوصل للمشاكل اللي عانى منها المواطن في هذه المنطقة. نعم بالطبع، يعني بالطبع الصعوبة الاقتصادية، يعني احنا نقول دائما التخطيط هو التخطيط السليم النجاح السليم، لكن في هذه المعوقات الاقتصادية أثرت. يعني احنا أكثر من العفو يمكن كل العالم يعرف أنه قطعت الكيف لمدة 25 سنة عندنا بالموازنات بناء مستشفى، ولكن لحد الآن الأمور الاقتصادية، الأمور العام 2020 يمكن معروف، أضرب مثال جائحة كورونا، يعني كل على جميع الأصعدة الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية أدت إلى وقف هذه البرامج. حتى عندنا احنا في قطاعنا طبعا عندنا برامج بمجال الصحة، عندنا عدة برامج، أكثر من 25 برنامج صحي كانت كلها متوقفة أثناء عمل جائحة كورونا. فتأثير الأمور الاقتصادية وتأثيرها على الموازنة التشاركية تأثير يعني كبير جدا مما عاق العمل يعني حقيقة. طبعا ستيف يوجد فرق بين تتعامل الموازنة المشتركة، يعني الموازنة التشاركية تتعامل حسب مشاكل المنطقة. يوجد منطقة مثل باطناية عندها معاناة، عندها دور مهدمة بالكامل بسبب الإجرام الداعشي. أكو مناطق مثل سويت في الأرض. فاعتيادي احنا كانت بالموازنة التشاركية لأكو مناطق لها برامج مستعجلة مثل إعادة ترميم، إعادة تأهيل، دعمها بالأدوية، دعمها بالمستلزمات والملاكات في سبيل إعادة ما يمكن إعادة حتى يكون المنطقة والمهجرين النازحين يعودون إلى منطقتهم بصورة سليمة. فالموازنة التشاركية غطت هذه الفكرة أنه المعاناة حسب معاناة المنطقة. كل ما تكون معاناة طبعا صعبة جدا نكون دعمنا أسرع وأسهل لهم، وتكون المنطقة اللي يعني أذاها قليل تكون يعني إحنا بتعاوننا معهم. نعم والله يا ست، يعني حقيقة منطقتنا إحنا أنا في أرجو أن يكون قطعت الكيف، قضاءت الكيف هو مكون من 300 ألف نسمة حسب التخطيط مال 2020 من جميع مكونات الشعب العراقي، لكن الحقيقة ما ماخذ أي حق في المجال الصحي. إحنا نقول لأنه كل التخطيط 100 ألف نسمة يوجد بناء مستشفى. إحنا لحد الآن مراكز صحية عندنا 18 مركز صحي، لكن دعم المركز الصحي ما مثل ما يكون دعم لمستشفى عام 24 سيرفيس، يعني خدمات تخصصية قلبية، عيون، نفسية، يعني تكون الرعاية احنا فقط رعاية أم وطفل، شغلة لقاحات، برامج أسرية،
هذا الموجود. طبعا طبعا هي تشجع العودة إذا تنفذت هذه المشاريع، تعود الحياة الطبيعية وتعود النازعين والمهجرين والأقليات كلها ترجع لمناطقها. يعني احنا نتلقى ملايين الرسائل، يعني آلاف الرسائل زملائنا وأصدقائنا، وأنا دائما أقول أن منطقة تل كيف محبوبة دوليا، لأن المهجرين من أيام الخمسينات والأربعينات أطبائنا وأساتذتنا يخبرون يعني يتمنون العودة، يتمنون انه يرجع انه يمارس حياته الطبيعيه في مستشفى او في، وعندنا كوادر كثيره صحيه وطبيه كلها موجوده بالخارج. فاعتيادي قد ما هذه المشاريع بالموازنه التشاركيه راح تطبق فعليا فعليا في قضاء تل كيف، تطبق المشاريع بالموازنه التشاركيه راح يؤدي الى عوده النازحين وصراحه عوده الاقليات الى دورها والى مناطقها الاصليه والتي عزيزة عليهم بالطبع، يعني لا يعني مسقط رأس الإنسان عز ما يملك. نعم، فإن شاء الله إحنا نوعد إن شاء الله من خلال السيد، نشكر طبعا السيد القائم مقام أستاذ باسم هم كان مشارك بكل الجلسات، وإن شاء الله إحنا هذا سعينا، سعينا أنه نعيد اللحمة المجتمعية، نعيد اللحمة يعني حقيقة مجتمعنا مجتمع تل كيف مجتمع طيب، مجتمع يحب العلاقات الاجتماعية، منفتح منفتح، ما مجتمع مغلق يعني من غير مثل غير مجتمعات مثل من لون واحد أو كذا، لا من عدة أطياف من عدة ألوان، وأكو علاقات الحمد لله علاقات تاريخية قديمة، يعني القوش ناحية القوش ناحية فايدة ناحية وانة مركز تل كيف باطناية اللصقف كلها مناطق، حتى مناطق أثرية قديمة. الدكتور علي الزيدي مدير قطاع تل كيف للصحة. يا سلام. يتطلع الناس كثيرا إلى مستقبل أفضل من خلال تنفيذ المشاريع والرؤى الصائبة ضمن الموازنة، والمسؤولين المعنيين في القضاء يحملون هذه التطلعات بكل أمانة بصيغ قانونية وخطوات رسمية. هل سترى هذه الأفكار النور؟ نأمل ذلك. لقناة عشتار، إيفا حبيب، تل كيف.